السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم البنات، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلم لكم على التجربه ديالي مع هاد الانواع ديال لاسيغ. الصراحه انا استعملت هذا النوع ديال لاسيغ، هذا كيف ما تشوفوا هذا النوع، يعني لاسيغ الاصفر هذا، هذه هي سميتو. صراحة جربته ما عجبنيش، هو بالنسبة يعني اللي عندهم الشعر غليظ يعني كيحيدو، اما بالنسبة للشعر الرقيق ما تيحيدوش بمرة. يعني انا جربته ما عجبنيش، هانتوما جربته في هاد لاباري هادي اللي سميتها برواكس 100، انا ديجا جربته، هانتوما هو مازال فيه يعني ناشفة. صراحة جربته ما عجبنيش. بالنسبة يعني الشعر اللي كيكون غليظ يعني كيحيدو، يعني كيحيدو مزيان، اما الشعر الرقيق ما كيحيدوش. وبالنسبة لي مرة اخرى ما غنعاودش نستعمله ابدا. وبالنسبة لهذا النوع ديال لاسيغ كيف ما كتشوفوا، يعني هذا الصراحة كيبقى الطوب، وغنستعمل ونعود نستعمله بزاف المرات كيف ما تشوفوا. هذه كتباع 260 او 10 درهم على حساب كل يعني كل واحد وكيفاش يعني كيبيعها. يعني الصراحة زوينة، انا غنبقى نستعمل هذه ما، وكنصح اي وحده يعني عندها يعني كتعاني من الشعر الرقيق، يعني كنصحها يعني هذه احسن. اما بالنسبه اللي عندها الشعر غليظ شويه كنصحها بهذه، تحيد بهذه. اما بالنسبه لي انا ما غنعاودش يعني نقيسو، حيت ما كيحيد ليا حتى شي حاجه، دونك هذه كتبقى الطوب يعني على حساب التجربة ديالي انا. ممكن شي واحد اخر يقدر يعني يحيد لي، ولكن انا بالنسبة لي ما حيدش لي، وما غنعاودش نستعمله مرة اخرى. والصراحة لاباري كتبقى الطب، حتى هي زوينة كتحيد يعني دغيا يعني هاد لاسيغ كيدوب. الصراحة كتبقى لاباري زوينة والديكور ديالها زوينة، نقدروا نستعملوها في حاجات اخرين، ولكن هاد لاسيغ ما منعاودش نستعملو انا مرة اخرى. ولكن هادي طوب بالنسبة لي انا، الطوب غنبقى نستعملها ونعاود نستعملها، وكنتمنى نكون فدتكم بشي حاجة، وان شاء الله في فيديو اخر ومع درس او شي حاجة اخرى نكون استعملتها وعطتني نتيجة. وبسلام عليكم.